السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأدوات المساعدة جدا في إدارة الشغل التليجرام. التليجرام تقدر تعمل شات زي ما بتعمل في الواتساب، لكن هنا الميزة إن أنت تقدر تقسم غرف وتقدر تحتفظ بالملفات، ولو حد جه لسه جديد بيدخل الجروب بيلاقي المعلومات موجودة. ففي شوية مزايا كويسة جدا، يعني بتخليك عارف تدير المشروع. ممكن مثلا يكون عندك 5 6 مشاريع، فكل مشروع تقدر تقول له إن أنا عندي، تقدر تقول له افتح لي كرييت توبيك، والتوبيك ده مثلا تسميه مثلا مشروع اكس، مشروع واي، مشروع زد، وتحط الملفات بتاعته والمحادثات كلها تبقى موجوده في الجروب دوت. ممكن تعمل دوكيومنتس مثلا بالتعريف بالشركه او الورق بتاع الشركه، الحاجات اللي هي مثلا بابليك مع الناس كلها، فتقدر تبقى مفيده للناس او اللينكات المفيده. ف ان انت تدير مشروعك من خلال التليجرام بيكون احسن بكتير لما تخليه في الواتساب، والواتساب كله بيبقى يعني مش منظم زي التليجرام. التليجرام بالتجربة اثبت فعاليته، واثبت ان هو ممكن يكون وسيلة سهلة ومجانية لإدارة المشروع بسهولة جدا. جربوا كده ان انت تقسم المشروع بتاعك، هيفيدك ان شاء الله.